رمضان شهر الصوم والغفران، وبه الكتاب منزل ببيان. رمضان يجبر كل عبد منكسر، ويحثه للخير والإحسان. لك صمت يا ربي وأنت المرتجى في كل نائبة مدى الأزمان. لك صمت فاقبل توبتي يا خالقي، واجعلنا يا ربي بأعلى جناني. اللهم لك صمت طيلة الشهر الفضيل على قناة الريان. اللهم لك صمت يومياً الساعة الرابعة عصراً مباشرة على قناة الريان.